السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. فهذه المياه الشربة مع الأسف توزع في قنوات بلاستيكية، يعني هي تصل إلى المستهلك في قنوات بلاستيكية، ثم حتى المياه المعدنية والمياه الجوفية إلى آخره توزع يعني في يعني الأواني بلاستيكية، البيت ولا بيوتي ولا النالجين ولا هذا البلاستيك. فليس هناك على وجه الأرض في جميع دول العالم ليس هناك بلاستيك بدون خطر، إنما يكون خطر من 5% أو 100%، هناك تفاوت في الأخطار فقط. ليس هناك بلاستيك بدون خطر، لا يوجد حتى البلاستيك الموجود في المستشفيات. فيعني كي لا يبقى الناس هكذا يعني جميع أنواع البلاستيك، والبلاستيك يستعمل في يوميا وفي جميع الاستعمالات، حتى الأفرشة أصبحت من البلاستيك، وحتى يعني الأواني الآن في البوادي، حتى الأواني التي يجلبون فيها الماء من البئر والأواني التي يأخذون فيها الماء من الوادي أو من النهر هي برامل من البلاستيك. الأشياء التي يعني يرقد فيها ويخلل فيها الزيتون هي من البلاستيك. الأشياء التي تعلّى فيها المياه هي من البلاستيك. يعني كل أشياء المياه الآن هي بلاستيك، سواء على مستوى الفرد في البادية إذا كان له بئر فمع الأسف يجلب الماء من البلاستيك، أو عنده مضخة فالمضخة يعني توصل له الماء في البلاستيك. يعني هذا أصبح يعني لا إله إلا، لا بد منه شيء، لا بد يعني داء لا إله إلا. وهذه الأشياء، هذه البلاستيك، هو الآن المسألة المطروحة دوليا في يعني في هذا في الحقل هذا، يعني في هذا يعني التخصص المياه. الحاجة المطروحة دوليا الآن هما أساليب العلاج المعالجة، لأن بعض الدول الآن أصبحت لديها يعني أساليب باهظة الثمن، يعني من يعني الترشيح، لما يعني هناك مرشحات يعني ترشح المياه لكي لا تبقى فيها أي شيء، وهذه المرشحات يعني ثمنها باهظ. وحتى أن يعني بعض المدن السياحية في إسبانيا مثلا، وبعض دول أوروبية يعني فرنسا، في إيطاليا، في بعض الدول الأمريكية إلى آخره، تستعمل محطات يعني قوية جدا، ويعني يعني بمعدات يعني غالية، يعني باهظة الثمن، لكي يعني تحصل على ماء يعني مضمون 100% من حيث الكيماويات، وليس الجراثيم. الجراثيم ليست الآن مشكل. فالآن لا نتكلم عن المرحلة الراهنة، نتكلم عن المستقبل الآن، يعني من بعد يعني 10 سنوات وبعد 20 سنة كيف ستصبح المياه، ستصبح مياه المبيدات، ستصبح من دابا 10 سنوات 20 سنة عليه الآن، لقد بدأت الآن، ستكون مياه فيها هرمونات، فيها مبيدات، يعني هذه هكذا، لأن العالم كله يمشي في هذا الاتجاه. وربما هذه المياه ستتلوث بأشياء أخرى جديدة ستظهر في الطبيعة، يعني ستكون كيماويات أخرى ستستعمل، لأن الآن استعمالات الكيماوية الآن هو يعني أصبح يعني معمم، يعني ليس هناك أشياء بدون استعمال كيماويات، لا المسألة الزراعية ولا المسألة يعني البيطرية في إنتاج الحيوان، ولا حتى المسألة الصناعية، ولا حتى المسألة الآن على مستوى المنازل، حتى السكنة، داخل السكنة الناس الآن أصبحوا يتصلون بهذا المشكل البلاستيك. لا علي، ربما نتكلم عن هذه الأشياء في حلقة أخرى، نحن نتكلم عن الماء. فهذه المياه لكي لا يبقى الناس هكذا يسمعون أي حديث أو أي شيء، فصلنا بكل بساطة يعني هذه الأشياء، هذه المياه ما هي طبيعتها وكيف تصل إلى المستهلك، وأن هناك أشياء تخويفية، وأن العالم كله يعلي بالمياه في البلاستيك. لا يمكن أن نقول أن دولة ما عندها خطر في المياه لأنها تعلبه في البلاستيك، هذا شيء غير معقول، ويعني غير منطقي، غير منطقي، لأن لا يمكن أن نتكلم عن مياه هنا نحن خطرة لأنها معلبة في البلاستيك، وهي نفس التعليب ونفس البلاستيك ونفس الأسلوب، لأننا نحن نشتري حتى المعدات التي تصنع هذه القنينات. فلا يمكن أن نتكلم عن أي بلد، سواء في إفريقيا أو في أوروبا أو في أمريكا أو في آسيا، لا يمكن أن نذ. لماذا؟ لأنه تقريبا كل العالم يستعمل نفس التعليب ونفس الأسلوب، والمياه كلها في العالم المعلبة في البلاستيك هي نفس الشيء. لا يمكن أن نقول بأن هذه أحسن من هذه وهي معلبة فيه. ولذلك هناك أشياء الآن يقول الآس أن لدينا ما لدينا، فعليهم كيف ما كان الحال، هذه أشياء لا بد منها، الغرب الله، ليس المياه فقط، إنما الزيوت، إنما أشياء كثيرة الآن معلبة في البلاستيك، وليس يعني حتى
حتى العصير الآن العصير هو معلف البلاستيك، ولو أنه يظهر على كرتون كرتون والكاغط، أو ولكن الداخل اللي من داخل هو بلاستيك، هو معلف البلاستيك. فهاد المشاكل هذه كي لا يبقى المستهلك هكذا يعني مرعوب وخائف من هذه الأشياء ولا آخره. فبلاستيك الآن أصبح يعني لا يمكن أحد الآن أن ينكر، أو يعني أصبح الاستعمالات البلاستيكية الآن تعمم في العالم، يعني كل الأشياء الآن تستعمل فيها يعني بلاستيك، لا الأكل ولا التعليب ولا الأشياء هذه ولا النقل ولا كل شيء الآن في بلاستيك. فهذه المياه فقط أن الناس اللي عندهم أمراض، الأشخاص اللي غنتكلموا عليهم، الأشخاص اللي عندهم أمراض لازم يتناولوا نوع ما من هذه المياه، نوع جيد ونوع يكون طبيعي، ولا يكون مياه الآبار ولا مياه العيون، ولا يكون أشياء هكذا حتى ولو كانت معلبة. يعني سنتكلم في إطار الأمراض، سنتكلم عن هذه المياه، ويعني وغادي نعطيه حتى الخارطة في العالم، يعني بعض الأمراض، أن في بعض الدول تكاد تكون المياه هي السبب في دفع بعض الأمراض. يعني بعض الدول فيها مياه جيدة أنها تدفع بعض أنواع الأمراض، وسنرى أن في بعض الدول أن أكثر من ثلث الأمراض سيأتي من المياه، مع الأسف أن أكثر يعني سيأتي من التلوث. لماذا؟ لأن وصلت إلى مستوى يصعب، يعني الآن هي دول على الأقل دول قادرة على تصفية المياه، قادرة على الأساليب يعني التكنولوجية، وعندها تكنولوجيا وعندها يعني معدات قوية جدا، لكن يبقى يعني كما سنرى أن هناك تلوث لابد منه، وتلوث حاصل. يعني الناس يتكلمون عنه ولا يتكلمون عنه، نصور في هذه المناطق الآن اللي فيها ندرة المياه، اللي فيها ندرة المياه، وهذه الندرة هذه أضيفت إليها ملوثات كيماوية من السماء ومن الأرض، ثم هذه المياه الناس ليس لهم مصرفا عنها. دول الخليج مثلا، دول الشرقية مثلا، كاين أزمة الماء الآن، أزمة دولية، يعني لا أحد الآن يقدر تكلم يعني حدث ولا حرج. أزمة المياه ستكون حروب، يعني ربما يعني حول المياه. المياه الآن ومسألة يعني استراتيجية، ومسألة يعني قوية جدا، ويجب على كل دولة يعني أن ترى احتياطها من الماء. يعني الحمد لله أن بعد احنا في المغرب عندنا هاد سياسة السدود اللي كانت في يعني في السبعينيات، اللي اعطت الآن جيد، عندنا مخزون مائي جيد. نحن في موقع عندنا حتى مياه المطر يعني في سنوات اللي تكون جيدة علينا. فهذه المياه الآن أصبحت تخزن وأصبحت تستعمل. طبعا كاين أساليب للتصفية إلى آخره، لا يمكن هذه المياه أن تصرف هكذا، لكن هناك خصائص في بعض الدول، وخصائص خطير جدا. نلاحظ أن دول الخليج مثلا عندهم خصائص خطير من هذه المياه هذه.